بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب. في خبر احتمال كبير يقلب الموازين. جريدة الخبر الجزائرية أعلنت عن اجتماع تم عقده امبارح في الكيان الصهيوني لضرب استقرار 4 ولايات جزائرية. الاجتماع ضم أجهزة مخابرات من الكيان الصهيوني وكمان أجهزة مخابرات من فرنسا. هل زيارة الرئيس عبد المجيد تبون ممكن تتلغي إلى فرنسا بعد هذا الحادث؟ أنا أتمنى، لكن من أجل المصداقية حتى الآن الجزائر لم تعلن رسميا إلغاء الزيارة. عزيزي المشاهد، الاجتماع الخبيث الذي تم عقده في إسرائيل هدفه زعزعة استقرار ولاية وهران وبجاية ووزو والجزائر العاصمة. ده شيء متوقع من الكيان الصهيوني بعد ما رفضت الجزائر الهرولة نحو التطبيع، ما التطبيع لازم بالعافية. بعد ما طردت الجزائر الكيان الصهيوني كمراقب من الاتحاد الافريقي، الجزائر غلطت طبعا. هذا الشيء متوقع بعد ما افشلت الجزائر مخطط فرنسا لسرقة ثروات افريقيا. الجزائر يوم بعد يوم بيزيد نفوذها في اوروبا وهذا لم يعجب فرنسا. الجزائر علاقتها قوية بروسيا وايران وهذا لم يعجب الكيان الصهيوني. فالقافلة تسير والكلاب تنبح، والجزائر بها رجال عيونهم سهرانة على خدمة الوطن ومحفوظين من كل شر بإذن الله. قلنا وبنقول وهنقول، طول ما انت مش عندك ديون لصندوق الذل الدولي، طول ما انت عندك ثروات هتلاقي كلاب سهرانة كتير حواليك عاوزين يهدوا استقرارك. علشان كده الجزائر بتسعى دائما لاقتناء اقوى الاسلحه. الناس اللي بتسال ليه بنجيب اسلحه كتير، ليه بنجيب اسلحه مهمه؟ عشان المواضيع اللي زي دي. ولا ننسى اقوى سلاح في الجزائر وهو 45 مليون فدائي رافعين شعار صقور عاليه في السماء او اسود شامخه تحت التراب. وذكرت الصحيفه ايضا ان هناك عمليه اسرائيليه فرنسيه تسمى لوب بدات في تونس يوم 20 مايو الجاري لضرب استقرار تونس عن طريق موجات احتجاجية لعزل قيس سعيد. عزيزي المشاهد، قلت لك ان موضوع أميرة بوراوي كان هدفه الاساسي ضرب العلاقات بين الجزائر وتونس. هم دلوقتي عاوزين يوقعوا تونس في مستنقع الديون ويعزلوها عن جيرانها ويفرضوا عليها شروطهم وتطبع مع اسرائيل، وعاوزين يكسروا راية الجزائر، عاوزين يكسروا شوكة الجزائر. لكن باذن الله راية تونس وراية الجزائر في السماء ولا نامت اعين الجبناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.